اليوم الجزائر عندها ثلاث مركبات للسكر لتكرير السكر. نأمل أولا إلى أننا نطلع نسبة الإنتاج نتاعنا اللي راهي الحمد لله كافية في السوق حتى لما لا نلج أسواق عالمية، ثم أننا نمشي إلى الاستثمار في المادة الأولية، وهذا الشيء اللي تم الاتفاق عليه بأوامر من السيد رئيس الجمهورية، أننا الأمة التي لا تلبس مما تخيط ولا تأكل مما تنتج فهي أمة ناقصة في إنتاجها، وسيادتها دائما تبقى محدودة. لذا احنا مرغمين أننا نمشي إلى توفير سلاسل القيم من إنتاج المادة الأولية إلى تحويلها إلى استهلاكها ولما لا إلى تصديرها، وهذا هو يعني سبب زيارتنا اليوم لهذا المركب والإخوان مشكورين.